هنروح بقى سريعا مره تانية نرصد اجواء الفرحه مع زميلتنا هنا ابو القاسم من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. اتفضلي يا هنا. برحب بك يا كابتن ايمن من جديد، برحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. الف مبروك للنادي الاهلي، النادي الاهلي بطل السوبر الافريقي وحقق رباعيه هذا الموسم. معايا دلوقتي طبعا بعض اعضاء النادي الاهلي، عايزين نعرف ايه راي حضرتك في اداء الفريق في المباراه اليوم. الحمد لله، طبعا الاول ببارك لاداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي الرجاله ومجلس والجهاز الفني للنادي الاهلي. النهارده كان الاداء الحمد لله، الشوط الثاني كان اداء محترم جدا، المس باص قل كتير وقدرنا نعمل فرص كتير على المرمى والحمد لله سجلنا هدفين واضفنا بطوله افريقيه كانتش ترفع تطلع السنه دي او اي سنه جايه ان شاء الله ناخدها برضو. والحمد لله يعني دايما الاهلي مفرحنا ودايما بطولات كتير للنادي الاهلي ان شاء الله وكل البطولات باذن الله. لو قلت لحضرتك توجه رساله للاعبين النادي الاهلي تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان انتم ممتازين ورجاله ووصلتوا للمستوى العالمي في الاداء، حتى لو في كبوه كده في الشوط الاولاني، لكن هم بيستردوا عافيتهم تاني وبيلعبوا على مستوى عالي جدا. انا بقول ان الاهلي نادي القرن ونادي القرن نادي القرن. حضرتك طبعا اكيد شفت نهائي سوبر افريقي بين الاهلي ونهضه بركان، عايزين نعرف ايه راي حضرتك في اداء فريقنا النهارده بعد طبعا الفوز بالمباراه. طبعا الاداء في الشوط الاولاني كان يعني متواضع شويه، ولكن الشوط الثاني لحقنا ان احنا نعمل ريكتيفيشن وان احنا ندخل في اجواء الماتش ثاني بشخصيه طبعا الاهلي وشخصيه البطل اللي معروفه من سنين، وقدرنا ان احنا نكسب الماتش والحمد لله. الف مبروك. طبعا كان في تالق كبير من لاعبينا في المباراه، لو قلت لك تدي لحد مان اوف ذا ماتش تحب تدي لمين؟ شناوي بلا منازع، زي كل مره هو دايما احنا بنعتمد عليه وهو بيشرفنا وبيبقى قدها، فعلا شناوي ربنا يخليه لينا وفعلا السد العالي. بشكرك جدا. دي كانت لقاءاتنا مع اعضاء النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد، تعود الكلمه لحضرتك مره اخرى يا كابتن ايمن، تفضل.